هو بخصوص اللجنة الخماسية الاتحاد المصري لكرة القدم وخطاب الاتحاد الدولي اللي تم إرساله للجنة الخماسية في ساعات سابقة من دلوقتي، والكلام كان ببساطة عن إيه؟ الناس بيقولوا لهم، بيقولوا اللجنة الخماسية: يا جماعة احنا جبناكم عشان تحققوا أهداف معينة، الأهداف دي انتوا لسه ما حققتوهاش، احنا أقصى فترة ممكن نعين فيها لجنة لإدارة أي اتحاد أهلي بيكون 6 شهور، احنا مدينا ال6 شهور دول إن هم يبقى سنة، وده طبقا لظروف طبعا كوفيد 19 وطبعا الكورونا والكلام من ده، فكنا مضطرين ان احنا نعمل كده، ومستنيين منكم ان انتوا تحققوا الاهداف اللي احنا طلبناها من حضراتكم. طيب ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه؟ احنا عايزينكم، ده كلام طبعا الاتحاد الدولي في خطابه اللي تم ارساله للاتحاد المصري لكره القدم او للجنه الخماسيه، الفتره الجايه احنا بنطلب منكم ان انتوا طبعا الفتره بتاعتكم كانت المفروض تخلص يوم 31/7، احنا عايزين ان انتوا خلاص تحسموا وتدعوا للانتخابات يوم 30/11 من العام الجاري. ده طبعا الخطاب اللي تم ارساله من الاتحاد الدولي في ساعات مسابقه من الان. يعني احنا اقصى مده خلاص احنا مدينا لكم 4 شهور كمان بخلاف السنه اللي هي المفروض انتهت يوم 31/7، احنا مدينا لكم 4 شهور، بس انتوا بعد ال4 شهور مش هينفع تكملوا، لازم تدعوا لجمعية عمومية. فطلبات بالنسبة لنا محددة المفروض ان انتوا تنفذوها: رقم واحد ان انتوا تخلصوا موضوع اللائحة الخاصة باتحاد مصر لكرة القدم، اللائحة الجديدة، وتعملوا جمعية عمومية عشان تقفلوا الملف ده. رقم اتنين، دي اهم وابرز الطلبات يعني اللي تم ارسالها في الخطاب، ان انتوا تدعوا للانتخابات ويكون في مجلس ادارة بعد 30/11، مجلس ادارة جديد منتخب بالنسبة للاتحاد المصري لكرة القدم. وبيأكدوا على الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الخماسية في خطابهم اللي هو: يا جماعة احنا راجعنا كل اللوائح والقوانين، واستشرنا كمان اللجنة الأولمبية الدولية، راجعنا لائحة أو اللوائح والقوانين الخاصة بالرياضة المصرية، قانون الرياضة المصري، وراجعنا اللوائح الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية بعد استشارة كمان اللجنة الأولمبية الدولية، وكل ده يا جماعة مبين لنا إن مفيش أي عائق إطلاقا لإجراء انتخابات. وفي بقى أكتر من كده، أكتر من كده اللي هو إيه؟ إن الانتخابات اللي هتحصل مفيش أي مانع كمان إن هي تبقى لمدة 4 سنين، أنتوا عارفين إن قبل كده كان الموضوع مرتبط إنك هتعمل انتخابات سنة لغاية لما دورة الألعاب الأولمبية تخلص عشان يبقى زيك زي كل الاتحادات الأهلية في كل حتة في كل الألعاب المختلفة، تعمل انتخابات جديدة لمدة 4 سنين، لكن هم بعد استشارة اللجنة الأولمبية الدولية وده كلامهم في الخطاب، إحنا مفيش أي مشكلة خالص إن أنتوا تدعوا للانتخابات لمدة 4 سنين بداية من يوم 30/11، القصة دي عادي خالص. طيب قالوا لهم بقى ايه في الاخر كمان؟ لو الكلام ده ما اتنفذش هيبقى فيه عقوبات، هيبقى فيه عقوبات لو انتوا ما نفذتوش الاهداف اللي احنا محددينها لكم كلجنه خماسيه بتدير الكره المصريه لفتره مؤقته، هيبقى فيه العقوبات. ممكن البعض دلوقتي يقول لك طب العقوبات دي هتكون عباره عن ايه؟ العقوبات ملهاش اي علاقه بالرياضه المصريه، العقوبات هتكون على الاشخاص المتواجدين في اللجنه الخماسيه. وبالمناسبة واحنا يعني كنا اتكلمنا في اولى حلقات تقريبا الترند يعني فترة سابقة، قلنا ان في بعض الاعضاء المتواجدين في اللجنة الخماسية لكرة القدم عندهم رغبة ان هم يكملوا خلال الفترة الجاية، فالاتحاد الدولي لكرة القدم حسم الامر ده تماما، ما حدش هيكون متواجد، ما فيش اي مخرج لوائحي او قانوني ان انتوا يديكوا الاحقيه ان انتوا تبقوا متواجدين الفتره اللي جايه، فانتوا يا جماعه مدتكم هتخلص يوم 30، ما نفذتوش الكلام ده هيبقى عقوبات عليكم انتوا كاشخاص، الرياضه المصريه ما لهاش اي دعوه بالقصه دي. ده كل اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه بخصوص الجزئيه دي تحديدا، وخطاب الاتحاد الدولي لكره القدم بالنسبه للجنه الخماسيه المصريه، الاهداف دي تتحقق خلال الفتره الجايه، وابرز هدف هو الدعوه للانتخابات وعقد جمعيه عموميه ان شاء الله باذن الله مع نهايه شهر 11 عشان يكون في اتحاد مصري لكره القدم، اتحاد جديد يقدر ينجح في شؤون اداره الكره المصريه. ده